السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد مع بعض كده، هننظف كده للحمام بتاع ماما وهنحط له الاكل بتاعه وروتين حلو كده ان شاء الله عند الحمام بتاعنا. شايفين ما شاء الله تبارك الله. إيه قبل ما تبدأوا الفيديو طبعا ما تنسوش تحطوا لنا اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل لنا زر الجرس عشان يوصلوا مننا ان شاء الله كل جديد. إيه ما شاء الله تبارك الله، الحمام اللي انتوا شايفينه دوت حمام رومي وحمام فرنساوي مش حمام بلدي، تمام. وان شاء الله قلنا بقى نطلع كده، ايه احنا كنا منضفين له قبل كده يعني الدنيا مش متبهدلة قوي وكانت كل حاجة متنضفة وكده، بس برضو ايه الدنيا حر زي ما انتوا عارفين، والصيف عشان الحشرات وعشان الدنيا والبهدلة عشان الحمام الصغير اللي طالع، فاحنا كنا واخدين الزغليل الصغيرة من تحته وكنا دبحينها يعني. فطبعا ما بيبقى فيه حمام صغير مقطوف بيبقى الاماكن بتاعته متبهدلة، فكنا نضفنا مرة ورشينا وكده عشان في حشرات صغننة كده بتبقى موجودة بسبب الحر. فاحنا قلنا ايه نطلع ننظف مرة كمان، لازم في الحر دوت الطيور بتاعتك ما تسيبهاش تتبهدل منك، لازم نظافة مستمرة خصوصا في الحر عشان الحشرات ما تنتشرش وتموت لك الحمام او حاجة تدخل في ودانه. فاحنا بقى ايه الصفائح بتاعتنا كويسة وفرشين فيها شكاير اسمنت كده او كراتين، وهتشوفوا معايا كملوا الفيديو كده هتشوفوا معايا هنعمل فيها ايه تاني. فاللهم صل على النبي، عشان احنا بننضف زي ما انتوا شفتوا كده نضفنا الارضيه وكنسناها ايه عشان خاطر هنلم كل ده ونشوف ايه بقى الصفايح هنجهزها، عشان طالما خدنا الزغاليل الصغيره فالحمام بيبدا يجهز العش بتاعه عشان يرجع يبيض تاني. فاحنا قلنا قبل ما يبيض نكون مجهزين مكانه، ومكانه نضيف زي ما انتوا شايفين البنانيه هي حاطين فيها كراتين وحاطين فيها شكاير اسمنت إيه ونضيفه خالص ما فيهاش اي حاجه. هنبدا بقى انا جبت ايه، جبنا شويه راتش كده ناشفين هنحطهم. احنا ممكن احنا نحط شويه قش رز، بس في الصيف القش برضو بيلم حشرات، انما الراتش دوت او الترابه ديت إيه صراحه يعني ايه ما بتعملش حشرات كتير، واحنا كنا رشين اصلا مبيد كده يموت الصراصير وموت اي حشرات. فاحنا دلوقتي هنحط في البناني ديت بعد الفرش اللي احنا فرشناه هنحط شويه الترابه ديت او الرطش عشان ما يحصلش اي حشرات اما الحمامه تيجي تبيض او ترقد ما ايه ما تتاذاش يعني. وكده كده احنا ممكن بنجيب الغلاف بتاع الدوره بتاعنا وننسره كده نقطعه رفيع ونرميه لهم في قلب الاوضه، بيبدا بقى هو يلمه ويعمل لنفسه قش زي ما انتوا شايفين. هو تفرشين شكاير اسمنت او كرتونه عندك بتفرشيها في قعر الصفايح، احنا عاملين صفايح وعاملين بناني، وتحط شويه الراتش كده وتفرديهم بحيث ان ايه، وفي لسه زغلول صغيره اهيت مكان هنضيف زي ما انتوا شايفينهم، شلتهم وهدخلهم انا تاني في مكانهم يبقى نضيف ما يبقاش في حشرات تدخل بقى في ودن الحمامه او انها تمتص دمه، إيه الحمام بتاعك يتبهدل وما يكبرش منك او تتفاجئي بموت الزغاليل. النظافه اهم حاجه عند الطيور، كل ما يبقى المكان نظيف كل ما تلاقي الطيور بتستجيب معاكي مع الاكل وتلاقيها كويسه وتكبر معاكي يبان عليها الاكل، انما المكان لو فيه حشرات كتيره تلاقي فرده الحمام ناشفه ورفيعه خالص ما تكبرش معاكي. ليه؟ الحشرات بتقعد تمص في دمها وتاخد الغذاء اللي هي بتتغذاه مهما يكون الاب والام بيضغطوا او بياكلوا، وان شاء الله تكوني بتحطي علف قد كده او اكل قد كده. فمكان الحمام لازم يبقى نضيف، الحمام بالذات اكتر حاجه بيحبها النظافه. ده كنت انا شايلاه برده وفرشت له اهوت، لسه غريب دي لسه صغيره ما تندبحش، خدنا الكبير كله دبحناه قطفناه ودبحناه غسلنا المسائي بتاعتهم، وهنزود لهم ميه نظيفه زي ما انتم شايفين كده وهنبدا بقى نعلفهم. ده كنا الصبح وكان الحمام بصراحه ميت من الجوع يعني، اتاخرنا بقى على ما نضفنا وعملنا حطينا لهم الميه وجبنا بقى الاكل بتاعهم علف وتشيشه وعيش. احنا كنا بنحط لهم خلطه حمام بس النهارده بقى مفيش خلطه حمام، حطينا تشيشه على عيش إيه وهننزل بشويه علف عشان خاطر الزغاليل الصغيره. طبعا الحمام مش بنحط له دايما علف الا اذا كان مطلع حمام صغير عشان خاطر ايه نسمنه كده ويبقى حلو ما ينشفش ويبقى طري وجميل كده ويشيل لحم. نزلت انا بقى بالعيش على التشيشه اهوت وهنزل بقى عليهم تاني بحبه علف
عشان ايه، وهتشوفوا دلوقتي هو بيزغط ولاده سبحان الله يعني. يلا اللي لحد دلوقتي لسه ما اشتركش ولسه ما حطش اللايك يحط اللايك فضلا يعني منكم، ولسه امر يعني عشان خاطر ام رفا. قولوا لنا رايكم بقى في الروتين الجميل دوت، روتين يعني ايه اول مره نعمله على القناه. نضفنا كده للحمام وفرشنا له الحر، يا حبيب قلبي انتوا نفسكم مش مستحملينه، مش امال بقى الطيور تير اخرس ما بيعرفش يتكلم ولا يقول، لازم تنضفي له مكانه يبقى نظيف، سواء فراخ سواء حمام سواء اي حاجه مربياها، طول ما مكانها نظيف طول ما انت تاخدي احلى تربيه واحلى حمام واحلى فراخ، مكانك نظيف ما يجيلهمش امراض ما يجيلهمش اي عدوى. فما شاء الله تبارك الله، شايفين حطينا الاكل، شايفين الحمام ميت من الجوع لان احنا كنا اخرناه في الفطار على ما نضفنا وعملنا، وفي زغاليل لسه هيزغطها فبياكل عشان خاطر ياكل عياله. فيا رب كده الروتين الجديد دوت يكون عجبكم كده، وما تنسوناش بقى في اللايك وتشتركوا كده في قناتنا وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات، لان تعليقاتكم والله الجميله ديت بصراحه بتفرحني جدا جدا. بصوا في جوز حمام برضو تاني وقت مقرب ان هو يتقطف ان شاء الله، وفي جوز فرنساوي احنا سايبينه مطلوق طالقينه جديد هوريهولكوا برضو. آه ما شاء الله تبارك الله، يعني ايه قلنا فرصة يعني لان جوز حلو ومحترم كده، فماما قالت خلاص خلوه بقى نربيه، كل فين وفين كده نسيب لما نلاقي جوز كويس يستاهل انه يتربى ويبقى اب وام ويطلعوا خلفة كويسة بنسيبه بقى نطيره. آه عشان يبقى ايه يبيض هو كمان مع دول. بوريكوا بقى ان هو الحمام دوت، مسكت لكم الذكر ده ووريكوا ان هو حمام رومي، ده الحمام الرومي اللي هو الملون، ده الحمام الرومي، انما الابيض خالص كل الابيض ده الحمام لاحم فرنساوي، بس ما فيش بقى حمام بلدي او كده، ده الانواع اللي موجوده عندنا، حمام رومي وحمام لاحم فرنساوي ما شاء الله تبارك الله. يعني حمام الخلفه بتاعته ما شاء الله بيبقى حجمها حلو وكبيرة والطعمها جميل برضو. بصوا ده جوز فرنساوي هو اللي هو بيجري ورا ابوه دوت عشان يأكله، ده جوز طلقينه جديد ولسه يعني هو بياكل ببقه وفي نفس الوقت باباه وابوه يعني لسه بيأكله زي ما انتوا شايفين كده سبحان الله. يعني ايه الاب بياكل ويرجع يزغط عياله تاني. يا رب كده الروتين بتاعنا الخفيف دوت حاجة بسيطة كده عشان خاطر بس الظروف اللي الواحد كان فيها وظروف التعب، فيعني ايه على ما ربنا يسهل لنا كده ونرجع نستجمع قوانا تاني. فحبيت ما تأخرش عليكم فصورت لكم روتين كده عند الحمام، يا رب كده يعجبكم وما تنسوناش من دعواتكم كده ان ربنا يبارك لنا كده ويسترها معانا، ودايما كده يا رب في تقدم بيكم بإذن الله. بصوا عمال يجري وراه علشان خاطر يزغطه ومفيش فايدة، بكل يعني هو بياكل ببقه بس طالما شايف ابوه وامه قدامه بيروح عليهم عشان يزغطوه. دي بقى حمامة كلت الام وملت زورها بتدخل بقى لعيالها تزغطه، طالما لسه حمام صغير ما بيطلعش يجري ورا ابوه ولا امه كده عشان يأكلهم، هتدخل بقى الصفيحة تأكلهم دلوقتي. فانا بصراحة حبيت ان انا ما فوتش اللحظات ديت وحبيت اشارككم، في ناس بتحب جدا تتفرج على الحاجات ديت فانا حبيت يعني اشارككم الحاجات البسيطة ديت. اهو بصوا هي بتزغطهم، طبعا انا الحمام بتاعي ما حافظتش على نظافته مش هتاخدي حمام، ولازم تتأكدي ان عدد النتي على قد عدد الذكورة عشان خاطر يبقى الحمام مجوز الذكر وصوته انتايه، ما ينفعش عدد الذكورة يبقى ازيد ولا عدد النتي يبقى ازيد، هيفوا بعض ويبهدلوا بعض وتلاقي الحمام بياكل وخلاص ومش بيطلع لك زغليل قد العدد اللي انت بتاكليه. فبرضو الاكل مش رخيص يعني الاكل غالي، فلازم ايه تبقي مظبطه دنيتك انت مش بكتر العدد، انت لو هتعملي جوزين اتنين وعارفه انهم جوزين ومجوزين يعني ذكر وانتايه وذكر وانتايه هتاخدي منه حمام، انما تكتري العدد وتطلقي وخلاص مش عارفه ده ذكر ولا انتايه، لا لازم تعرفي العدد اللي عندك يبقى ذكور على قد النتاية. زي ما انتم شايفين شوفوا الحمام هو بيزغط الاتنين ما شاء الله تبارك الله. يلا بقى اتمنى يا رب كده الفيديو
روتين نظفنا للحمام وغيرنا الفرش بتاعته عشان خاطر قرب يبيض، كنا قطفنا الزغاليل بتاعته، فقبل ما يكون هيبيض لازم تنضفيله عشان لما يبيض ويرقد يرقد على نظافة ويطلع زغاليل صغيرة على نظافة. فيا رب كده الفيديو البسيط الجميل دوت يكون عجبكم، ما تنسوناش في اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.